فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز في الجزائر يسجل ارتفاعاً محسوساً في عدد المصابين، أزيد من 1200 حالة جديدة هذه السنة و14 ألف حامل للفيروس. تعددت أسباب الإصابة كانتشار العلاقات غير الشرعية مع نقص مراكز التشخيص. العدد تاع المرضى عندنا 1885 حالة مرض السيدة و10198 حالة حاملين الفيروس. والهدف تاعنا فيما وعندنا كما قال السيد زدام تقريبا 1200 حالة جديدة سنويا، والهدف تاعنا باش نكونوا أقل من 500 حالة سنويا. طرق الانتقال معروفة، توقع العلاقة الجنسية عن طريق الدم عن طريق الأم إلى الجنين، وخاصة العلاقات الجنسية هي أكثر طرق الانتقال. شريحة النساء هي الأخرى سجلت نسبة معتبرة من الإصابات هذه السنة، أزيد من 600 امرأة مصابة بالإيدز في الجزائر، والسبب عدم التشخيص المبكر خوفا من مواجهة الحقيقة. والإشكال حتى عدد الحالات كاين أكثر من تقريبا 600 امرأة، وهذه النساء كلهم انتقلهم الفيروس من الأزواج تاعهم. لاحظوا أن ماشي بزاف، في التساوي تقريبا بين 600 بين قلت لك تقريبا نصف عددهم رجال نصف عددهم نساء، ولكن زاد عدد إصابات النساء في السنوات العشر الأخيرة. استراتيجيات وإجراءات تسعى من خلالها وزارة الصحة للتقليل من الإصابة بفيروس الإيدز، لكن الأرقام المسجلة سنويا في تزايد لتبقى الوقاية أحسن من 1000 علاج.